أصدقائي، أنا مبارك هادي. اليوم سأقرأ لكم قصة جميلة وهي الطماطم المغامرة. في 7 سبتمبر من العام الماضي، وهو اليوم العالمي للمحو الأمية، أطلقت شركة جوجل مسابقة ستوري أثون للمؤلفين الصغار الذي تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عاماً لاستكشاف إبداعهم ومشاركة قصصهم الأصلية. بالطبع شاركت في المسابقة، والحمد لله تم اختيار قصتي كإحدى القصص الفائزة. تم رسم قصتي وتنسيق النص مع الرسومات من خلال شركة جوجل، والآن أصبحت قصتي متاحة للقراءة بالعربية على تطبيق Read Along، وهو تطبيق لتعليم القراءة بالعربية والإنجليزية. هيا نبدأ بقراءة قصة الطماطم المغامرة. استيقظت الطماطم صباحا وذهبت للاستحمام استعدادا لمغامرة جديدة. قفزت إلى المغسلة، أقصد إلى حوضها الفضائي، فهي تظن أنها كائن فضائي من خارج كوكب الأرض. انطلقت الطماطم المغامرة بعد أن ركبت سفينتها الفضائية حتى وصلت إلى كوكب رائع مليء بمخلوقات ملونة متنوعة، وتعرفت عليها واحدة تلو الأخرى. صاحب الجسد البرتقالي الرشيق هو الجزر، أما صاحب العنق الطويل فهو الكرفس، أما الخس والملفوف فكانا يسيران بتباهٍ بأوراقهم الزاهية، وكان هناك الكثير من الأصدقاء الآخرين. يا ترى ما كان اسم هذا الكوكب؟ بالطبع إنه كوكب الخضروات، فكرت الطماطم وقالت: لنكن مفيدين يا أصدقائي، هيا نعرف الجميع علينا وعلى ما نقدمه من فوائد. سوف نتجمع معا في طبق واحد ونكون وجبة ملونة شهية، سيستمتع الأطفال باختيار طبقهم وأكلنا. وهكذا عادت الطماطم المغامرة إلى الأرض مع جميع أصدقائها من الخضروات. بدأت الأم بتحضير ألذ السلطات من الخضروات، ولكن في كل مرة تقدم طبق سلطة الخضروات إلى طفلها يرفض أن يأكلها. فبادرت الطماطم المغامرة بالتحدث إليه وقالت: مرحبا يا عزيزي. لم يصدق الفتى ما يحدث وهو ينظر ويستمع إلى قطعة الطماطم وهي تتحدث معه، ولكنها لم تأبه وتابعت. هل تعلم كم تكبدنا من مشقة كي نصل إليك؟ هل تعلم أن جسمك بحاجة إلينا؟ فنحن نمد جسمك بالفيتامينات والألياف، عليك أن تأكل منا كل يوم. بعد أن فرك الفتى عينيه متعجبا وأنصت إلى الطماطم، قام بأكل طبق السلطة وأحبه كثيرا. وبينما كان يرفع ملعقة السلطة الأخيرة إلى فمه، خطبته الطماطم المغامرة قائلة: لا تنسى أن تشكر أمك على إعداد السلطة لك كل يوم. شكرا لك يا ماما.